في نقطة تانية في الخريطة النهاردة نقدر نسميها اللي هي خطوات بناء الإنسان المصري، وهنا لازم نشير إلى العيد الكبير الذي تعيشه مصر الآن ولازم الناس تبقى حاسة بيه، وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح الدورة 50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. مصر بتحتفل بمرور 50 سنة، بدأ أول مرة في سنة 69 والنهاردة 50 سنة. حدث مهم جدا ويؤكد البلد دي كبيرة قد إيه. في معارض كتير في العالم ومعارض كتير في الدول العربية ومهمة ومؤثرة، بس لما تيجي تتكلم هذا هو المعرض، لأنه المعرض مش كتب بس، المعرض ناس، المعرض فعاليات. وأعتقد أنه الحقيقة النهاردة لما يعني تم افتتاح المعرض، القائمين عليه وعلى رأسهم طبعا دكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب والمشرف على المعرض، تنفس الصعداء، لأنه الناس بذلت جهد ضخم جدا. وخليني أستعرض أجواء ما جرى، اللي هو احنا ما شفناهوش على الشاشة بقى، يعني احنا شفنا تقرير للرئيس وقرينا بيان عن افتتاح المعرض، لكن ما وراء الصورة اللي احنا شفناها خلينا نسمعه من الدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب ورئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب. اهلا بيك يا دكتور. مساء الخير يا دكتور، اهلا وسهلا، كان نفسي ابقى معاك النهارده جدا. مبروك. لا ما احنا بص احنا مسامحين في الاسبوع الاولاني، لانه انا عارف العبء الكبير اللي ملقى عليك وعلى الفريق اللي بيشتغل مع حضرتك، فيعني مقدرين جدا. وان شاء الله نتقابل في المعرض برضو ان شاء الله. لا ان شاء الله انا موجود معاك، وانا موجود معاكم في اكتر من حاجه ان شاء الله. اكيد. قول لي يا فندم، يعني النهارده بعد المجهود الكبير ده اللي احنا ما شفناهوش على الشاشه وما قرناهوش في البيانات الرسميه، كيف جرت اجواء افتتاح المعرض؟ انا عايز قبل ده المح لحاجه بس، حضرتك حطيت نقطتين على الخريطه مش باين ان لهم علاقه ببعض، رغم انه العلاقه قويه جدا. الحقيقه انه معرض الكتاب بوصف واحد من الفعاليات الكبيره اللي في الوطن العربي، هو واحد من ترسانات الدفاع عن الوطن وهويته، وده له علاقه بالحرب ضد الارهاب اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها من شويه. صحيح. هو جزء كبير من ده، وهو يعني انا اظن انه هو الحرب الاساسيه ضد الافكار المؤديه للارهاب. معرض الكتاب هو البوتقه اللي بتصب فيها كل الافكار الابداعيه والخلاقه والجماليه، ولو اتصبت دي في عقل اي انسان مستحيل يقرب من الافكار اللي احنا مش عايزينها. تمام. ما جرى بقى يا فندم؟ ما جرى اليوم؟ ما جرى اليوم كان مفرح وداعي للفخر بشدة. الحقيقة وجود سيادة الرئيس معانا النهاردة كان حدث بالنسبة للمعرض وبالنسبة للثقافة له مؤشر مهم جدا عن اتجاه الدولة المصرية، هي بتحاول تعمل ايه. فكرة بناء الشخصية بتبدأ أولا من الثقافة، من القراءة، من الإبداع. ووجود سيادته معانا النهارده كمان كان له مجموعه مؤشرات بقى يمكن في الكواليس من اول قص الشريط، لقطه قص الشريط. ايوه. اللي يمكن كل الناس شافتها. توقفت عن ده، هاتوها لنا يا شباب والنبي، هاتوها لنا، احنا بنعرض الفيديو بس هاتوها لنا، انه مش هو اللي قص الشريط بنفسه. بالعكس، الطفله اللي كانت بتقدم له المقص على صينيه، هو خد منها الصينيه شالها لها. وقال لها قصي انت الشريط. اهو بنشوفها قدامنا اهو. وهو بيقولها، حتى مؤشر الصوت بيقول انه في صح وجود طفله زي دي بتقدر تعمل حاجه زي كده. بالظبط. والبنت عينيها كانت بتلمع من الفخر والفرحه. الحقيقه المشهد ده رغم بساطته ورغم انه ما خدش ثواني كان مأثر فينا كلنا. يعني كل الناس اللي واقفه، والحقيقه انا كان ليا الشرف ان انا اكون في مواجهه المشهد وقريب منه. كنت قريب منه جدا طبعا. طبعا. يعني الحكايه الحقيقه يعني يا دكتور جداً. المشهد ده، اللقطه دي جت عفويه جدا دون ترتيب اطلاقا، يعني المنتظر ان هي البنت الاموره دي هتقدم المقص على الصينيه للرئيس، هياخد المقص وهو
يوسف الشريف. يعني وهي اتدربت قدامنا على انه هتعملي ايه وهتقدمي الصينيه ازاي بشكل عفوي وتلقائي، بيقول انه في عين على الاطفال. صحيح صحيح. والحقيقه ده كمل في ثلاث مشاهد كمان بعدها. مشهد لما دخل، يعني المشهد الثاني لما دخل سياده الرئيس، لما دخل معرض كتاب الطفل اللي موجود في صاله العرض، المعرض المبهج جدا اللي كان فيه ورش رسم. بالمناسبه دي هتشتغل طول المعرض، وورش صناعه عرايس ومراكب، وكان فيه عرض فني، كل ده هيشتغل معانا طول المعرض بفعاليات متنوعه. وقوفه مع الولاد وهم بيرسموا وحواره معاهم على الحاجات اللي بيعملوها، واللي بيديله اهداء يقول له لا لازم تمضي لي اسمك، ويقول له انت عملت دي ازاي، ده كله بيدينا برضو مؤشرات عن ازاي انه في عين ثاقبه بتبص على مستقبل البلد دي، لما بتبص على الاطفال وعلى تنميتهم وعلى دفعهم وعلى انهم لما يتكلموا يبقوا واخدين ثقه في نفسهم. كل ده كان باين قوي من الحوار. المشهد الثالث في جناح وزارة الثقافة، لما الطفل اللي كان واقف مكفوف اهدى لسيادة الرئيس اول نسخة من مجلة قطر الندى اللي هي بتصدر عن هيئة اصول الثقافة. ده ادهم ولا مين؟ الطفل ده اسمه ادهم ولا مين؟ لا انا مش عارف اسم الدكتور احمد عواض اللي يعرف اسمه. اللي يعرف اسمه. طيب لانه كان بينهم حوار طويل، لانه نفس الولد طلب من الدكتور، هو اللي طلب من الدكتور احمد عواض، قال له انا ما عندناش مجله اطفال بتطبع ببرايس. فوعد انه هو هيعملها له، وفعلا دي كانت ده كان اول عدد. الحوار اللي دار بينهم كمان هي قطر الندى دي مجله الاطفال الشهيره اللي بتصدر عن الهيئه من زمان. ايوه عن هيئه اصول الثقافه. فدي اول نسخه تطبع ببرايل. طبعا. والرئيس قال له لا لازم تقرا لي الفهرس، وقرا له الفهرس، ودار بينهم حوار باسم جدا، يمكن بان في الصور وبيضحكوا مع بعض. في صوره مهمه فيها الطفل مع الرئيس. يا ريت يا شباب نلاقي الصورة موجودة، أنا شفتها فعلا النهاردة. كان بيقرأ له عناوين القصص والفصول اللي في المجلة، فكان في تعليق على حاجة منهم، فبدأ يحصل حوار ضاحك بينهم. الحقيقة إنه ده يعني السر اللي هقوله لك إنه أهو الصورة أهي، الصورة أهي قدامنا، وأحمد عواض واقف أهو كمان معاهم. بالظبط الصورة أهي. الولد ده اول ما الرئيس دخل عليه كان بدا يتوتر جدا. عارف يعني موقف وهيبته وكده. طبعا. لكن اول ما سياده الرئيس اتكلم معاه بالشكل ده لقيناه بقى بيضحك فك خالص، والدنيا بقت سهله جدا، واتكلم بثقه تماما. انا اظن انه الثلاث مشاهد دول هيقولوا للاطفال دول، هيفضلوا راكزين في ذاكرتهم ان هم ممكن يعملوا اي حاجه. طالما هم عندهم قدرة إبداعية، فلازم ياخدوا ثقة في نفسهم، لأنهم يقدروا بالفعل يقفوا قدام أي حد ويتكلموا ويعملوا أي حاجة ويصنعوا مستقبلهم بإيديهم. صحيح. أنا أظن إنه الثلاث كواليس دول على وجه التحديد بيلخصوا الصورة أو بيلخصوا الصورة أو بيشكلوها. كمان بقى الحقيقة، وأنا بتشرف بإن أنا بهديله النسخة الأولى من موسوعة وصف مصر، أول نسخة تطلع من المطابع من الموسوعة اللي أصدرتها الهيئة، لأول مرة تطلع مع بعضها مرة واحدة. قبل كده كانت بتطلع أجزاء. إحنا عملناها دفعة واحدة المرة دي بمناسبة المعرض. فالحقيقة سيادته يعني مسك الكتاب، مسك النسخة المجلد الأول وقلب فيه، وشاف كواليتي الطباعة، وسأل عن التكلفة وسعر البيع. وطيب هو ده مش ممكن يرخص؟ طب ده ممكن يرخص ازاي؟ وممكن يقدروا يشتروه بالشكل ده؟ كان السؤال ده مهم جدا. الحقيقة بالنسبة لي كان مؤشر انه في حرص على انه الرسالة الثقافية الجادة توصل لأي حد، لكل حد. وتستحق هنا عليك. وتستحق هنا الدعم المباشر من الدولة طالما هي جاده بالشكل ده. فده برضو كان مؤشر تاني مهم بالنسبه لي. بالظبط بالظبط. احنا هنترك لحضرتك تحديد اليوم اللي هتجي لنا فيه، لانه انا عارف كم المشاغل. الله يعينك، لان احنا قدام حدث كبير جدا ومهم جدا، والمسؤوليه كبيره جدا
دكتور هيثم، فهنسيب لحضرتك اليوم خلال المعرض اللي تجيلنا فيه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك وبالتوفيق دايما. بشكرك. فده ببساطه شديده جدا اللي هو في مساحه بناء الانسان، معرض القاهره الدولي للكتاب، 50 سنه، بتتكلم على 35 دوله مشاركه، فيهم 10 دول افريقيه. من العشر دول الافريقيه دول في 3 دول بيشاركوا لي اول مره. في عندي 1273 ناشر، احنا هنا بنتكلم على الكتب غير الفاعليات. انا مثلا هلفت انتباه حضراتكم لانه في جناح للازهر الشريف، وعايز اي حد يروح يزور المعرض يزور جناح الازهر الشريف، لانه هتلاقوا في حاجه مختلفه. يعني هتلاقوا في مسرحيات بتتعرض، هتلاقوا في معارض فني تشكيلي موجوده، هتلاقوا في خطاب مختلف. يعني عشان برضو الحق ده اللقطه اللي فاتت دي كان الرئيس في جناح جامعه الدول العربيه، لانه لاول مره في المعرض ما يبقاش ضيف المعرض الرئيسي دولة واحدة، ولكن كان الضيف هو جامعة الدول العربية. فروحوا الجناح الأزهر، مهم جدا. كمان في نقطة أساسية مش عايز الناس يشغلوا نفسهم بيها. بمعنى إيه؟ الناس كتير بتيجي في الحاجات الصغيرة تقول لك هنروح إزاي، المواصلات، التذكرة بقت ب3 جنيه، كل دي تفاصيل. ليه تفاصيل؟ لانه مثلا على سبيل المثال انت هتلاقي في مواصلات وموجوده، الناس تقدر تدخل على النت او تسال، فهتلاقي يعرفوا يروحوا المعرض ازاي. فبلاش نخليها مشكله، يعني بلاش نقعد وقت طويل يقول لك هنروح ازاي وهنركب منين وهنعمل مش عارف ايه وبتاع. في 20 خط تقريبا القوات المسلحه عاملاهم من عند المعرض القديم، ارض المعارض القديمه في مدينه ناصر، ل اللي هو ارض المعارض الجديده او مصر للمعارض الدولية في التجمع. 20 تقريبا، يعني اتوبيس رايحين جايين بمعدل 10 دقايق كل، رايحين جايين 10 دقايق تقدر تروح لو انت مش عارف، تروح المعرض القديم وهتروح. ده بالاضافة الى انه فيه خطوط من مختلف الاماكن عشان تروح. يعني جناح الازهر اهو، وكان الدكتور احمد الطيب موجود الحقيقة النهاردة. روحوا الناس كتير، لانه احنا ناس بيستغرب احيانا لما يجي نتكلم عن الازهر، يا جماعه احنا ما بنهاجمش الازهر، احنا بنشتبك اشتباك لمصلحه البلد مع الازهر، لكن روحوا جناح الازهر. ففي الحاجات الصغيره دي ارجو ان احنا نتخفف منها. نروح ازاي؟ ما نروحش ازاي؟ بتاع يعني استمتعوا بالمعرض، احنا عندنا حدث عالمي، حدث مهم جدا اضافه للبلد، ناس بتروح تشتري، والناس والمصريين لهم ذكريات كتير جدا مع المعرض. ناس كانت بتحوش من مصروفها زمان طول السنة عشان يجوا المعرض يشتروا الكتب.